يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. شهر مبارك عليك يا عزيزي الوجيه مرة أخرى، وربي واحشني إلين خلاص. رجعت لكم بسلسلة أخبار هوليوود، السلسلة اللي نناقش فيها آخر أخبار السينما والتلفزيون وكذلك الأنمي وأي شيء له علاقة بعالم صناعة الصور المتحركة، من ممثلين وممثلات، مخرجين ومخرجات، كاتبين وكاتبات، وشركات واستديوهات الإنتاج. وكمان عندنا توصيات لأفلام ومسلسلات وأنميات بين فترة والثانية. كثير يعتقدون إنه سلسلة أخبار هوليوود هي سلسلة أخبار فقط، وش الصحيح هالكلام في الواقع، لأنه السلسلة اسمها شخبار هوليوود أخبار، ولكن متابعين السلسلة القدماء عارفين إنها أكثر من مجرد أخبار. فلذلك عزيزي الوجيه ما يحتاج أذكرك، أنا متأكد إنك تعرف وش تسوي، صح؟ ياب عليك نور، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، ولو أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك لأنه أكثر شيء ممكن تدعم فيه القناة، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وكمان قناة الألعاب اللي جالسين نحرق فيها حرق في رمضان. كل الأشياء هذه راح تلاقيها في صندوق الوصف. حلو الكلام؟ حلو الكلام، أنا أثق فيك عزيزي الوجيه إنك راح تزبط المظبيط، ما يحتاج أكرر عليك كلام. غير كذا يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ يا جماعة لازم تعرفون حاجة جدا مهمة. أنا الأيام الماضية أو الأيام هذه مرة غرقان في شغل كثير، يعني الحمد لله أني صورت 16 فيديو تقريبا لقناة الألعاب من قبل رمضان، وجهزتها ورفعتها على قناة الألعاب وجالسة تنتشر بشكل أوتوماتيكي أصلا. يعني لو يوم ما شفتني فاتح بث وفجأة انتشر فيديو، مش معناته أني صورت الفيديو ومنتجته ورفعته، لا، معناته أني قاعد أشتغل والفيديو انتشر أوتوماتيك لأنه مرفوع من زمان. طيب ليش يا وجيه؟ حلو الكلام، في ناس تعرف وفي ناس ما تعرف، فلذلك بنوضح للناس اللي ما يعرفون. قبل رمضان يا جماعة بكم يوم البيت اللي الوالدة ساكنة فيه انباع، يب تم بيعه، والمالك الجديد ناوي يهدم البيت او يرممه مش عارف بالضبط، وطلب مننا اننا نخلي البيت قبل العيد. فلكم ان تتخيلوا اني الان جالس اجهز شقة جديدة للوالدة وافتح بثوث وامنتج بعض الفيديوهات واسوي شوية فعاليات بين فترة وفترة، وفي نفس الوقت جالس اجيب عمال واودي عمال، كهربائي، سباك، مبلط، نجار الى اخره، وكل هذا لازم ينتهي قبل العيد. فلا سمح الله يا جماعة وشفت مني اي تقصير الفترة الجاية، انا متأكد باذن الله انكم راح تعذروني ان شاء الله. وكان عندي خطة اني اشتغل على هذه القناة في رمضان بحيث انزل فيها اكبر قدر من الفيديوهات، ولكن ان شاء الله ان تمشي الامور والاقدار بشكل مختلف. هذا كان موضوع مهم توضيحه قبل ما نبدأ، في حال لا سمح الله وشفت مني اي تقصير في الفترة الجاية. خلاص اتوقع كل شيء صار واضح، فخلونا نخش على الفيديو من جد هذه المرة. صرح الممثل تايرون إيجرتون بطل السلسلة الشهيرة والغنية عن التعريف كينغزمن بأنه راح يبدأ يخطط مع صناع القرار لإنتاج جزء جديد من سلسلة كينغزمن. ياب كينغزمن. واللي أحب أقوله لك عزيزي الوجيه، بغض النظر عن الخبر هل راح يتم ولا لا، تراك مفوت على نفسك سلسلة مرة رهيبة. سلسلة كينغزمن من أجمل سلاسل الجاسوسية اللي ممكن تشوفها في حياتك. أنا أقدر أضمن لك الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الثالث لعبه في الخط الزمني ورجعوا لورا، ولعل الجزء الثالث يعني كان مقبول إلى حد كبير، ما هو بمستوى الجزئين الأولى، لكن الجزء الأول والثاني ايوه حاجه ما تتوصفش، ولا احكي لك صراحه. عموما لو فيه جزء جديد فعلا مستقبلا راح يكون الجزء الرابع، ولكن احداثه راح تكون بعد احداث الجزء الثاني وليس الثالث. حلو الكلام، حلو الكلام، حط السلسله عندك في الليسته، لو باقي ما تابعتها يجي لك يوم تحتاجها اسمع كلامي. الفيلم الجديد للمخرج العبقري والرائع جدا مارتن سكورسيزي. اي شيء له علاقه في مارتن سكورسيزي لازم تتحمس له عزيزي الوجيه، لانه اي كلمه غلط كذا ولا كذا توصل له عنك يهزك يشرشحك زي ما شرشح مارفل والسوبر هيرو. عموما يا جماعه الفيلم الجديد لمارتن سكورسيزي قريب جدا، وراح يكون بعنوان كيلرز اوف ذا فلاور مون، راح نشوفه ان شاء الله تعالى هذه السنه وبالتحديد في شهر اكتوبر، يعني تقريبا بعد 5 شهور من تاريخ هذا الفيديو. ولكن اللي يمكن انت ما تعرفه ان الفيلم بيكون فيه كمية نجوم واسماء جدا عملاقة، ما هو غريب على مارتن سكورسيزي وجهه تستهبل. اوكي على سبيل المثال عندنا ليناردو دي كابريو وروبرت دينيرو، هذول الاثنين هم ابطال الفيلم، متخيل كمية العظمة اللي مجتمعة في فيلم واحد، وغيرهم من الاسماء المعروفة في ساحة هوليوود. وراح تكون قصة الفيلم حول قصة قديمة حصلت في العشرينات بعد ما تم قتل احد افراد قبائل السكان الاصليين في امريكا، وعلى اثر التحقيق في قضية القتل هذه مات كمان أحد كبار مسؤولي مكتب التحقيق الفيدرالي. واضح أنه في لعب وفساد وقلة حياة في القصة. الفيلم يا جماعة مستوحى أحداثه من قصة حقيقية برضه، وما يحتاج أحمسك للفيلم أكثر. مارتن سكورسيزي، ليوناردو دي كابريو، روبرت دينيرو. عط المنبه عندك على شهر أكتوبر يا وحش، بس خليني أصدمك صدمة كده سريعة قبل ما تروح، أو قبل ما نروح للخبر اللي بعده. الفيلم القادم لمارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon بتكون مدته
أربع ساعات تجلس كذا في السينما بعد أربع ساعات تخرج متشنج والله كثير أربع ساعات. مارتن سكورسيزي يعني لابد إنه إيش يعني يتفزلك. لا بكيفه لو سمحتوا. مارتن سكورسيزي ترنتينو في مخرجين كذا لا ولا شيء خلاص أوكي. فيلم كريد الجزء الثالث اللي أخذ تقييمات إيجابية ومراجعات جيدة جدا ومبشرة الآن تقدر يا عزيزي الوجيه تتابعه أنت في البيت. صح أنه ما زال متاح في صالات السينما لو أنك تفضل التجربة السينمائية، ولكنه برضو توفر بجودات عالية ونسخ رقمية مناسبة للمشاهدة من البيت من الجوال من اللابتوب اللي يعجبك. وأحب أذكرك أن الفيلم رياضي والدور أحداثه في عالم رياضة الملاكمة بالإضافة لقصة البطل والمشاكل اللي يدخل فيها. طيب يا وجيه تابعه ولا ما تابعه؟ ياب تابعه يا عزيزي، ولكن لكن قبلها تابع الجزء الأول والجزء الثاني مثل ما قلت لك في الفيديوهات الماضية. وانجوي يا بطل. أيام قليلة ومعدودة تفصلنا عن عودة الأنمي المنتظر، الأنمي المليء بالمتعة البصرية وضخامة الإنتاج وفخامتها، كيميتسو نو يايبا أو ديمون سلاير أو قاتل الشياطين بالعربية. يعني الأنمي هذا يا جماعة بقدر جمال قصته وشخصياته والرسم اللي فيه إلا إنه ممتع بصريا أكثر من أي شيء ثاني. الاستديو اللي ماسكه للأمانة شغالين عليه بطيبة خاطر يا رجل، كل فريم كل لقطة كل لحظة من رسم من تلوين من تحريك من مؤثرات كل حاجة يا لطيف. عموما يا عزيزي الوجيه موعدنا مع عودة الأنمي بمشيئة الله تعالى يوم 9 إبريل، يعني تنام وتصحى كم يوم ويكون نزل خلاص. فإذا ما تابعته جرب تابع الحلقات القديمة علشان تتابع معنا الحلقات الجديدة لو انه عجبك. يعني يا جماعة سنة 2016 الممثلة جوينيث بالترو كانت تتزلج في مكان ما ومبسوطة كده قاعد تقضي اجازتها يعني، ولكن حصلت حادثة في المكان اللي كانت تتزلج فيه، حادثة بسيطة يفترض انه هي السبب فيها، ويقال انها خلت واحد من المتزلجين يسقط وتحصل له اصابة. ومن 2016 والقضية تبعهم في المحكمة، شيل ودي استئناف تأجيل من يعرف ايش. هي تقول ربي انا مالي دخل يا جماعة، وهو يقول وربي هي اللي طيحتني وسببت لي هذه الإصابة. لو كمان كان يطالب بتعويض 3 مليون دولار، أحا والله لو إنها مدري إيش سوت فيك يا شيخ. المهم يا جماعة أنه قبل فترة صدر الحكم في القضية وطلعت هذه الممثلة المتواضعة واللطيفة براءة، ياب براءة، لا دفعت 3 مليون ولا طلعت هي اللي تسببت في سقوط هذا الرجل اصلا. يعني تخيل بالله تكون تتزلج كذا فمان الله حالك حال نفسك، وفجأة لانك مشهور يجي واحد يطيح نفسه جنبك ويقول ايه هذا اللي طيحني هات فلوس 3 مليون. احا ايش هذا. الممثل والمنتج والمخرج القدير كلينت إيستوود، وبعد ما اخرج اكثر من 40 فيلم، وبعد ما انتج اكثر من 50 فيلم، وبعد ما مثل في اكثر من 70 فيلم، وبعد ما صار عمره حوالي 92 سنة، قرر هذا الإنسان القدير والقديم في عالم هوليوود إن فيلمه القادم اللي راح يكتبه ويخرجه بنفسه راح يكون آخر أفلامه وبعدها يعتزل. ياب مسوي مصدوم انت وجهك، واضح انه عمره 92 ما شاء الله تبارك الله عليه، الله يعطيه الصحة والعافية. عمره ما شاء الله فوق 90 سنة وما زال عنده رصاصة أخيرة يطلقها داخل عالم السينما والشاشة الكبيرة، ووردة يغرسها في أراضي صناعة الأفلام. للآن ما في أي أخبار صراحة يا جماعة عن الفيلم، ولكن الأكيد انه راح يكون الفيلم الأخير لكلينت إيستوود. وبهذه المناسبة يا عزيزي الوجيه أنا متأكد أنك تابعت لهذا الإنسان فيلم فيلمين 3-4 ويمكن أكثر، أبغاك تذكر لي واحد من أفلام الممثل هذا المفضلة بالنسبة لك في التعليقات. واحد من أفلامه المفضلة بالنسبة لي فيلم أميليون دولار بيبي، مرة لا يفوتكم. ومسلسل سيكريت إنفيجن من عالم مارفل واللي راح تدور أحداثه حول مخلوقات السكرال وشوية مشاكل تصير بينهم وبين البشر. محبين عالم مارفل أكيد عارفين إنه المسلسل قريب، وعارفين كمان إنه المسلسل بتشارك في بطولة الممثلة إيميليا كلارك. ولكن هل تعلم يا عزيزي الوجيه إنه إيميليا كلارك يشاع ها راح تكون هي الشريرة في هذا المسلسل؟ يعني هي شريرة هناك وشريرة هنا كمان، إيش هذا يا أخي؟ طبعا هذه إشاعات زي ما قلت لكم ما في كلام رسمي، ولكن اللي لازم تعرفونه برضه المسلسل قادم بعد شهرين إن شاء الله تعالى، واللي يفترض إنه بيكون واحد من أهم مسلسلات عالم مارفل. وفيلم شازام يا جماعة يبدو أنه فشل بنسبة معينة من ناحية التقييمات ومن ناحية الإيرادات في شباك التذاكر العالمي مع الأسف الشديد. الفيلم يا جماعة خسرانين عليه حوالي 125 مليون دولار، وإلى يومنا هذا ما قدر يجمع إلا 120 مليون دولار، وبالغصبة كمان. والمصيبة والطامة الكبرى إنه DC قررت سحبه من صالات السينما،
بس مش الحين، بعد 5 أيام تقريبا من وقت هذا الفيديو. إيش قصدك يوجي يسحبوني من صالات السينما؟ يعني تقدر تشوفه في البيت بعد 5 أيام انبسط، أنت مسوي زعلان كمان؟ أنا ما تابعت الفيلم للحين صراحة، ما عندي أي وقت أسوي أي شيء في الحياة، يدوب صناعة المحتوى وأتابع الأشياء اللي أقدر أتابعها من البيت. بس كل اللي بقوله لك، شفت كيف مصائب قوم عند قوم فوائده؟ الفيلم خسران في صالات السينما، بعد 5 أيام نشوفه في البيت، دي ما يحتاج ننتظر أكثر. وبالحديث عن شباك التذاكر يا عزيزي الوجيه، فيلم جون ويك الجزء الرابع وفي أول أسبوع من عرضه تخيل انه قدر يجمع اكثر من 244 مليون دولار. ياب، في اول اسبوع بس 244 مليون دولار. I mean damn. ومش بس كده، الفيلم ما زال محافظ على تقييم عالي جدا 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 مقارنة بكونه فيلم أكشن. تخيل فيلم أكشن وكذا بيجيب هذا التقييم، 8.5 من 10 تقريبا. هذا إن دل على شيء فهو إنه فعلا هذا الجزء مميز. أنا بس خلوني أخلص القربع اللي في حياتي وبروح أتابعه مباشرة، وخليني أعطيك أكثر وصف أخذ لايكات تقريبا في موقع IMDb. أحد المراجعين كتب عن فيلم جون ويك الجزء الرابع وقال: لا أعتقد أن هذا أفضل أفلام سلسلة جون ويك. أمال يا روح أمك، يقول أعتقد أن هذا أفضل أفلام أكشن تابعتها طول حياتي. أحا، معقول الفيلم مرة رهيب لهذه الدرجة يا جماعة؟ ننتظر ونشوف يا عمي إحنا إيش ورانا. إذا أنت تقدر تشوف السينما شوفه جون ويك، بس ترى إيش 3 ساعات إلا تكة، يعني يبغالك تروح وأنت شبعان واحد ومنت حشران اثنين وأمورك في السليم، ومعاك واحد يونسك عشان ما تطفش لو اضطريت إنك تشيل عينك عن الشاشة وتسولف شوية. لا لا تسويها، غلط، ما حد يسولف في السينما يا. وبالحديث عن الأفلام الجديدة، فيلم سوبر ماريو راح يعرض بعد كم يوم في صالات السينما، واللي من المتوقع له نجاح جدا كبير لسببين طبعا. أولا لأنه سوبر ماريو شخصية مرة مشهورة وكل شخص في العالم لعب هذه اللعبة تقريبا، غير انه الشركة كمان او شركة الانتاج جالسة تسوق للفيلم بشكل ممتاز، وغير كذا العروض الاولية للفيلم جابت انطباعات جدا جدا متماسكة وتبشر بخير. ما راح نتوقع فيلم عظيم اوف كورس، بس راح نتوقع انه بيكون فيلم ممتع وننبسط فيه. فكل اللي نقدر نقوله حاليا، كلها كم يوم ونشوفك في السينما يا عمو ماريو. ومسلسل سكسيشن الجزء الرابع نزلت اولى حلقاته، ويا لها من حلقة جميلة جدا كبداية للموسم الرابع والحفلة والمصايب اللي راح نشوفها في هذا الموسم الأخير من مسلسل الخلافة أو سكسيشن. ما راح أكثر عليك كلام، قلت لك في أكثر من فيديو تابع هذا المسلسل. إذا ما تابعت مسلسل سكسيشن يرحم لي أبوك، تابعه يا أخي، جرب تعطيه فرصة. المسلسل هذا بالتحديد يوسع آفاقك، يخليك تشوف الحياة كيف قاعد تمشي عند الناس الأثرياء اللي يولدوا في فمهم ملعقة ذهب، والناس الأثرياء اللي يولدوا هم مطفرين ويصنعوا نفسهم في سلم الثراء. طحت عليك صح؟ معلش تحملني عزيزي الوجيه، انا احبك وانت تحبني وكلنا نمون على بعض. تابع المسلسل، اعطيه فرصه، ما عجبك اسحب عليه، اتس فاين. يقول لكم يا جماعه انه فيلم كابتن امريكا الجزء الرابع او الجديد راح نشوف فيه اكبر عدد من الابطال الخارقين مجتمعين في فيلم واحد. الله يشوفه يا جماعه، انا ما ادري عن ام الاخبار هذه. نفس الكلام هذا بالضبط سمعناه على فيلم سبايدر مان الاخير اللي ظهر فيه توم هولاند وتوبي واندرو، قالوا بيظهر فيه اكبر عدد من الابطال الخارقين، واخر شيء اللي ظهروا عدد بسيط جدا مقارنه باعمال افنجر الثانيه وغيره. غير كذا يا جماعه، يقال ان فيلم كابتن امريكا الجزء الرابع راح يكون بطابع جاسوسي بحت، يعني يشبه أحداث فيلم كابتن أمريكا الأول. فننتظر ونشوف. وأخيرا وقبل فترة ليست بطويلة، انتشرت صورة أولية لشكل ليدي غاغا من فيلم جوكر الجزء الثاني. والله هي مي صورة، هي مجموعة صور، ومثل ما انت عارف يا عزيزي الوجيه، ليدي غاغا راح تقدم شخصية هارلي كوين. بجوار مين؟ بجوار الجوكر، فاكر؟ كلنا فاكرين. عموما فيلم جوكر الجزء الثاني بنشوفه سنة 2024 بمشيئة الله، يعني غني يا ليل مطولك. بس حبيت أشارك معك صور ليدي غاغا اللي بتقدم دور هارلي كوين لأكثر، وبتغني كمان هي والجوكر، وعلى نفس الدرج كمان اللي كان يرقص فيها الجوكر غالبا. تعالوا لأهم خبر في فيديو اليوم واللي راح نختم فيه، واللي سبب ضجة هالأيام الماضية سواء في السوشيال ميديا أو حتى في الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية، طبعا مش عند العرب غالبا، أكيد عند الكفار أكثر، واللي هو اتهام الممثل جوناثان ميجورز بالاعتداء والإساءة لصديقته، واللي على إثرها جات الشرطة وسحبته من إذنه. فهل هذا الخبر صحيح ولا لا؟ يابا عزيزي الوجيه الخبر صحيح، أم ليش حقعد أشوقك وأسحب عليك حركات تيك توك دي ما نسويها هنا في اليوتيوب. ولكن للآن ما زال الخبر هذا ملوث بقليل من الإشاعات، أشياء من الخبر صحيحة
وأشياء مش واضحة هل هي صحيحة ولا إشاعات، ولكن الأكيد وخلاصة الكلام يقال إن الممثل وصديقة دار بينهم حوار طويل شوية، وفجأة الريتم تبع الأحداث بينهم بدأ يتصاعد. تأثر أنت بأحداث ون بيس يوجي ها؟ وجات الشرطة وشالته بحجة إنه اعتدى عليها. هذا الخبر الأول اللي طلع في البداية. بعد فترة يا حبيبي صار أبديت على الخبر وجاء خبر ثاني، وطلع المحامي تبع الممثل وقال إنه جوناثان ميجور بريء يا عمي، بل إنه ضحية لجدال تم بينه وبين صديقته، وراح نجيب لكم الأدلة في أقرب فرصة. حلو، بعد فترة نزل أبديت ثالث على الموضوع وجاء الخبر الثالث وقال لك لا يا أبوي الكلام هذا غير صحيح، الممثل هو بنفسه اللي اتصل على الشرطة لأنه صديقته بدأت تخرج عن السيطرة وجابت العيد وهو حس بالخطر واتصل على الشرطة. بعدين طلع خبر وأبديت جديد قبل فترة وقال لك يا أبوي لا 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 الكلام هذا اللي فات كله كلام فاضي شيل ودي زبالة، ولكن الحقيقة إنه المحامي تبع الممثل شاف محادثات بين الممثل وصديقته وإنه البنت هي اللي مدت يدها عليه، بل إنها ندمانة وتلوم نفسها على سوء التصرف اللي بدر منها. والشرطة لما جات قبضت عليه ما قبضت عليه لأنه مخطئ، بل قبضت عليه لأنه هذا أحد الإجراءات اللي المفروض تتم. الله أعلم. ويفترض يا جماعة وبناء على هذه التطورات إنه الممثل فعلا بريء، وربما المشكلة بكبرها أصلا تكون فعلا تافهة، شخص وصديقته تهاوشوا وكبرت المشكلة لأنه الشرطة جات فقط. والإعلام ما يحتاج أقول لكم، يعرفون يعملون من الحبة قبة زي اللوز. والله يا قرأت تعليقات يا جماعة، والله يا شفت ناس ضميرها بريال حقيقي، اللي يقول انكشف الكلب على حقيقته، واللي يقول وجهك يا أخي ما يطمن، كنت حاس إنه إنسان مش مزبوط، كيف أقول اللي تقوله؟ بس ترى أنا مو جالس أدافع عنه، بس ترى مرة مو كويس إنك تحكم على أشخاص وأنت كذا بس سامع إشاعة أو خبر مش واضح ومش مؤكد. أصبر يا أبوي لين يطلع الحكم ولين تظهر تفاصيل، بعدين أسب وأشتم براحتك يا عم. عدد كبير طلع وجلس يسب ويشتم في جوني ديب اول ما طلعت قصته مع امبر هيرت، وبعدين طلع براءة. انت استفدت ايه يوم جلست تشتم وتسب في البريء المسكين الغلبان ده؟ عموما يا جماعه نرجع لممثلنا. طبعا مارفل جاتهم ام الركب لانه هذا الممثل هو الشرير الرئيسي للخطه الجديده عندهم اللي هو كانغ الغازي او نسخ كانغ الكثيره في عالم مارفل، فسحبوه مارفل قالوا تعال يا ابويا واجتمعوا مع الممثل وصارت بينهم حوارات الله اعلم وش نتائجها. ولكن غالبا يعني وبناء على تطورات الاخبار الامور بتمشي بشكل كويس في صالح الممثل، وراح ينتهي هذا الجدل لما يصدر الحكم النهائي تمام، لانه مثل ما قلت لكم معظم الاخبار تقول انه الموضوع تافه فعلا، الا عاد لو تجحفلنا بعدين جلسنا نقول غلبان مسكين ما في شيء صاير ويطلع معاه مصايب الدنيا والاخره زي بعض الممثلين من دون ذكر اسمه. وبس والله يا جماعه الله يعطيكم العافيه، الى هنا نكون وصلنا نهايه الفيديو، لايك للفيديو لو اعجبك واشترك لي في القناه لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات. قناه الالعاب والديسكورد وتويتش والاشياء الثانيه كلها موجوده في صندوق الوصف، وكل سنه وانت طيب، ولا سمح الله ما شفتني في هذه القناة إلينا العشرة الأواخر اعرف إني باقي مكروف في الشقة الجديدة تبع الوالدة الله يحفظها. دعواتكم ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.